السلام عليكم. ان شاء الله عاوزين نبدا في الفيديو ده نفهم الشغل الباك اب والريكفري اكتر، وندخل في الجزء التكنيكال اكتر علشان الموضوع ده يكون سهل بالنسبه لنا ان شاء الله. بصوا يا شباب، بكل بساطه احنا شغالين، احنا كدي بي ايه حصل عندنا مشكله، داتا وقعت ايا كانت ايه المشكله، فخلاص عشان المشكله تتحل ازاي، عشان انا اي مشكله تحصل اقدر احلها بعد كده، باخد في اعتبار ان انا اعمل حاجه من حاجتين للداتابيس بتاعي، عشان لو في مشكله حصلت من خلال الحاجتين دول اقدر ارجع الداتا بتاعتي بكل بساطه. عندنا انت تعمل يا اما تشتغل ريكفري يا اما تعمل باك اب للداتابيس بتاعتك، عشان لو حصل اي فيلير من خلال الريكفري او من خلال الباك اب ده اقدر ارجع الداتا بتاعتي، مفيش اي مشكله. زي ما قلنا المره اللي فاتت الريكفري بيشتغل ازاي، الريكفري بيقسم لك الداتا بتاعتك، دي الداتا بتاعتك بيقسمها لمجموعه من التشنجز او من التشيك بوينتس، وقلنا بيستخدم الاس سي ان اللي هو السيستم تشينج نمبر. في حاله ايه، انت دلوقتي على سبيل المثال الداتا بيس بتاعتك، انت كنت شغال ريكفري، الداتا بيس بتاعتك مثلا وقعت، بيروح باستخدام الريكفري بتروح ترجع اخر ريكفري انت كنت مستخدمه، وانت طبعا بتظبط الداتابيس بتاعتك الريكفري بيكون كل وقت قد ايه، يعني وليكن مثلا كل ايا كان بقى مش هتفرق معانا في اي حاجه. المهم ان كل اللي انا عايزك تفهمه ان الريكفري ده هي عمليه ريستور للداتا بس باستخدام الاس سي ان، تمام؟ مش عايزك تعرف اكتر من كده. الباك اب ان انا برجع عندي نسخة من الداتا برجع بس، تمام؟ الاثنين بيعملوا ريستور، بس ده بيستخدم الايه، تكنيك جديد اسمه اس سي ام، وزي ما شرحناه قبل كده. اما اجي بقى اعمل باك اب للداتا بيس بتاعتي، ما اعملش ريكفري، الريكفري ده ما بتعملش شيء، انت بس بتظبط الداتا بيس بتاعتك تشتغل في الريكفري مود وبتكمل شغل. وهنعرف دلوقتي ازاي نعمل الداتا بيس بتاعتنا في الريكفري مود، وهو اوتوماتيك بيشتغل كريكفري. اما الباك اب لازم انت تاخد نسخه كباك اب عشان لو في مشكله تاخد ايه، ترجع تعمل ريستور من الباك اب ده. عندنا وانت عشان تعمل باك اب لازم تاخد بالك من اربع فاكتور او اربع جوانب من الباك اب. اول حاجه بيقول لك المود بتاعك، المود يا اما تشتغل اونلاين يا اما اوفلاين. وانت بتاخد الباك اب بتاعك يا شباب ممكن تاخده والداتا بيس شغاله، او لازم تعمل شوت داون للداتا بيس. لو عملت شوت داون للداتا بيس يبقى انت بتاخد نسخه ايه، المود بتاعك اوف لاين. لو الداتا بيس شغاله وانت بتاخد النسخه الباك اب يبقى انت شغال ايه، اون لاين. ده كده ايه مفيش مشكله. نيجي لتاني جزء، تاني جزء عندنا وهو الاستورج. الاستورج فيه عندنا نوعين، عندنا الداتا بيس بتاعتنا دي يا شباب اهي، وليكن مكونه في النهايه مكونه من مجموعه من البلوكس، تمام؟ وليكن هي مكونه من الاربع بلوكس دول، تمام؟ البلوك ده في داتا، والبلوك ده في داتا، وده لسه unused، غير يعني لسه ما فيهمش داتا خالص، كلير لسه او امبيتي فاضيين لسه. فبيقول لك بقى اما اجي اخد دي الداتا بيس بتاعتك، اما اجي اخد نسخه من الداتا بيس في عندي طريقه من طريقتين، او هما ممكن يكون نقول عليهم ثلاث طرق، هما ماشي هنقولهم طريقتين واقول لكم الطريقه الثالثه عباره عن ايه، هي حاجه بسيطه يعني. المهم يا شباب اول حل، اول نوع من ان انت تاخد نسخه من الداتا بيس بتاعتك الاستورج الشكل بتاع الباك اب يكون حاجه من حاجتين، يا اما ايمج يا اما باك، يا اما تاخد كوبي نسخه كوبي كصوره كده من الداتا بيس تاخدها في الباك اب نفسها كوبي، ما بتسيبش اي حاجه، والسايز هنا هو نفسه السايز هنا مفيش مشكله. او تستخدم التكنيك اللي اسمه باك اب سيت. الباك اب سيت ده بيعمل ايه يا شباب؟ بيروح يشوف البلوكس بتاعتك وياخد البلوك اللي فيها داتا، يعني الانيوزد، البلوك المحجوزه بس انيوزد دي ما بيستخدمهاش. طبعا احنا السايز بتاع الداتا بيس بتاعتنا دي مساحات مستخدمه، فلها مساحه، مساحات محجوزه قصدي، فاكيد لها مساحه. لو انا اشتغلت باك اب سيت بقى هياخد الداتا بيس بتاعتك
ويسجل فيها النسخة الباك اب، هيسجل الباك اب اللي فيها البلوكس اللي فيها الداتا هنا وهنا بس، مش هياخد ولا هياخد رقم 2 ولا هياخد رقم 3، هياخد 1 و4 بس. ده الفرق ما بين الباك اب ست والايمج. في كمان نوع ثالث هو يعتبر ابديت على الباك اب ست، بيقول لك كومبريست باك اب ست. بيعمل ايه؟ بعد ما ياخد النسخه الباك اب ست بيعمل لها كومبريست او بيضغطها، تمام، بيعمل لها كومبريشن، مفيش اي مشاكل فيهم. فكده الجزء بتاع الستوريج مفيش مشكله. نيجي بعد كده للتايب، تمام. ايه التايب ده بقى يا شباب؟ التايب عندنا التايب بتاع الباك اب يا اما فول، الفول ده ممكن نقول عليه ليفل 0، وبارشل، بارشل بقول عليه ليفل 1، تمام. مش مشكله المسميات دي، بس المهم انت تفهم بتشتغل ايه، الفرق ما بينهم. الفول يا شباب بيروح ياخد كوبي من الداتابيز بس، ملوش دعوه بقى ايه انت كنت واخد كوبي قبل كده ولا لا، ده كده انت عندك الداتابيز اهي، بيجي واخد منها كوبي زيها بالظبط، مفيش مشكله فيه. البارشل بيعمل ايه؟ بيروح يشوف اخر باك اب انت واخده، يعني وليكن دي الداتابيز بتاعت كان فيها تو ريكورد، خدت انت يوم الجمعه مثلا على سبيل المثال 1/4، ايا كانت اي وقت، وليكن على سبيل المثال يوم 1/4 خدت باك اب، تمام. الجمعه اللي بعدها او 7/4 مثلا على سبيل المثال، خليها بالتاريخ 7/4، عاوز تاخد كمان نسخه باك اب، بيعمل ايه بقى؟ لو انت شغال فول وليكن على سبيل المثال عشان نخلي السيناريو كامل، المهم 1/4 كانت الداتا عامله كده، فلما جيت اخد منها باك اب ده شكل الباك اب بتاعي. يوم 7/4 زادت كمان ريكورد، بقوا 3 ريكورد، تمام، 3 ريكورد. وجيت تاخد باك اب يوم 7/4، بيقول لك بقى ثواني بقى، انت هتاخد باك اب من نوع فول ولا بارشال؟ لو فول هيروح ياخد كل، ياخد كوبي من الداتابيس دي يوم 7/4، ياخد الثلاثه ريكورد. طب لو انت شغال بارشل، يروح ياخد اللي تشينج بس على اخر باك اب كان قبل كده، اللي هو كان يوم 1/4، فهنا يوم 1/4 كان فيه 2، ياخد بقى اللي تشينج بس كده. ايه هو من نوع بارشل، مفيش مشكله. فكده بحيث ان من خلال الاثنين دول مع بعض هيقدر يرجع لك النسخه الاصليه من الداتابيس بتاعك بس، ده الفرق ما بينهم. اما الفول ده طبعا يعني كويس معايا عشان المساحه ما ياخدش مساحه كبيره، يعني ده الفرق ما بين الفول والبرشل. الفول بياخد كوبي من الداتابيس كلها على بعضها، اما البرشل لا، بيروح يشوف التشينجز من بعد اخر باك اب حصل، واخر باك اب حصل كان عندي يوم 1/4، اشوف التشينج وانا عايز اخد يوم كام، يوم 7/4، اشوف التشينج اللي حصل في الفتره دي اروح اخده بس، مفيش اي مشاكل في الجزء ده. نيجي بقى لاخر فاكتور عندنا اللي هو البوليسي. المقصود بالبوليسي يا شباب بتاعت الباك اب، عندنا نوعين، في دي وفي ريدندنسي. لما اجي اخد يا شباب، انا دلوقتي انا سيستم مثلا كبير جدا، عاوز اخد كل فتره باك اب، فبيقول لك النسخه الباك اب اللي انت خدتها دي اكسبايرد بعد قد ايه، هتنتهي بعد قد ايه، او مش هيكون لها لازمه بعد قد ايه، او هتتمسح بعد قد ايه. يا اما انت تربطها بدي، وفي الحاله ان انت تربطها بدي اسمها ريتينشن، تمام. لو انت شغال ريتينشن يعني معناها بتقول له بعد مثلا 30 يوم، بعد 30 يوم امسح لي النسخه الباك اب دي، او تشتغل ريدندنسي. في حاله الريدندنسي بتدي له رقم عدد الباك اب اللي لازم يكونوا مثلا متسجلين عندك، وليكن 2، دول معناهم ايه؟ لو انا مثلا يا شباب عندي ادي نسخه باك اب يوم 1/4، وادي نسخه باك اب يوم 7/4، تمام؟ جيت تاخد نسخه كمان يوم 14/4، يشوف الريدندنس بتاعك ب2، يبقى المفروض انا بسيف اخر لاست تو باك اب. فما تيجي تسجل يوم 14 اهو، هيسيب ده ويمسح ده، عشان يتبقى عندك دايما ايه الريدندنس بتاعك ب2، تمام. طب لو الريدندنس ب1 خلاص، بيمسح كل القديم وبيسيف اخر واحد بس، عشان الريدندنس بتاع طول الوقت عندك نسخه واحده بس، لو ب2 يبقى طول الوقت لازم ايه عندك اخر 2 بس،
والقديم بمسح اوتوماتيك، مفيش مشكله كده. الفاكتورز بتاعت الباك اب ما فيهاش اي مشكله. واحنا شغالين بقى يا شباب في الجزء بتاع الريستور الباك اب او الريكفري، بدل ما الجزء ده تقيل جدا يعني هيتقل لك الدنيا. فجم اوراكل قال لك لا، انا ما ينفعش اخلي الناس تشتغل سيكوال وتشتغل باك اب في نفس الوقت، انت كده هتقل الدنيا. انا دلوقتي عاوز والدنيا شغاله اخد نسخه باك اب، فكده انت ازاي هشتغل على سيكوال بلس ده وده مع بعض؟ قال لك لا، الدنيا هتكون تقيله جدا. انا هعمل الجوريزم، هعمل اسمه ايه، ابلكيشن جديد مسميه ريكفري مانجمنت او ار مان. ريكفري مانجمنت اختصاره يا شباب ار مان، يعني مانج مان ار مان. هنشوفه دلوقتي. ده سوفت وير بندخل من خلاله بناخد نعمل نسخه باك اب ونعمل نخلص كل حاجه احنا عايزينها، مفيش اي مشاكل. وكمان الار مان ده يا شباب انا خدت نسخه باك اب، في مشكله حصلت من خلاله برضه اروح ارجع الباك اب بتاعه او ارجع الريكفري بتاعي، مفيش اي مشاكل فيه. فعايزين دلوقتي نشوف الار مان ده اشتغل ازاي. في البدايه يا شباب تعالى كده اكتب السي ام دي، هيفتح السي ام دي بتاعتك. اول انت ما تقول لي كده ارمان، ارمان التارجت، التارجت ده يا شباب يعني بقى معناه ان انت هتفتح على انت عايز تشتغل على اني داتا بيز، يعني هتشتغل على الداتا بيز كلها ولا هتشتغل على جزء من الداتا بيز ولا هتشتغل على ايه؟ قول له سلاش، ده معناه ان انت هتشتغل على كل الداتا بيز بتاعتك. تمام، مفيش مشكله، فتح الارمان مفيش اي مشاكل فيه. لو جيت كده يا شباب اخد مثلا اقول له باك اب، خد لي نسخه باك اب من التيبل سبيس، تيبل سبيس اي تيبل سبيس بقى، مثلا هشتغل على تيبل سبيس اللي اسمه سيستم. تمام، خد نسخه باك اب. برضو في مشكله يا شباب عندنا، في برضو حاجه انت لازم تاخد بالك منها. انا خدت نسخه هنا بس في مشاكل هتقابلكم علشان في حاجه قابلتني. مفيش يعني. تمام، هنا بيقول لك ادي الانبوت داتا فايل، ده الباس بتاعه مفيش اي مشاكل فيه، مفيش اي مشكله عندنا. في دلوقتي يا شباب، تمام لسه ما خلصش، في مشكله هتقابلكم واحنا وانتوا شغالين. انت ولازم وانت شغال بتاخد نسخه باك اب من الجزء ده، بيقول لك انت لازم تشتغل في الاركايف مود. تمام، الاركايف مود عشان تشغل الجزء بتاع الريكفري. تمام، اشتغل كده ازاي يا شباب؟ في حاجه كمان، ثواني، سي ام دي، عاوز افتح سيكوال بلس، سيكوال بلس افتح كاسيس اد سيس تي بي اي. بصوا يا شباب، كويس اللي انا افتكرت دلوقتي، في مشاكل كانت بتقابلكم، انت ممكن وانت بتعمل لوجن مش راضي يدخل، في اي مشكله زي كده انت لازم تتشك على حاجه كده، عشان كان مره علق معايا كده والمشكله في مشكله قابلتني في البروتوكولز وفي مشاكل قابلتني وانا بعمل لوجن مره، فرحت شفت السيرفيس على هنا السيرفيسز. تمام، فتحها السيرفيسز يا شباب. اولا ما كتبت سيرفيسز على في ستارت، طلعت لي دي، تروح تبص على الجزء بتاع اوراكل. يعني فين الاو اهو، الجزء بتاع الاوراكل يا شباب هنا لازم تتاكد ان فين كان فين اوراكل سيرفيس، اوراكل دي بي ده لازم يكون راننج. تمام، دي كانت مشكله من مشاكل كان عندي، ده قفلت. فاول انا بتضغط عليها من هنا، هنا اهي تقول له ستوب ولا ستارت ولا ايه، لو عملت ستوب اما اجي اعمل لوجن ما بيعملش، ما بيدخلش. تمام، وخلاص
المهم لو في مشكلة قابلت حد فيكم، لا اتأكد ان الرايتر والسيرفيس اوراكل وده والهوم لازم يكونوا ايه التلاتة راننج، مفيش مشكلة فيه. نجي نرجع تاني هنا، تمام انا دخلت كاسيس. المهم عاوز اعمل ايه؟ اول حاجة يا شباب عايزكم تعرفوها، انا عايز مثلا اعرف كنت انا قلت لكم الجزء ده قبل كده، ازاي اوصل لكل التابل سبيس بتاعتي مفيش اي مشاكل عندنا. سواء احنا عاوزين نعمل ايه، خلاص التابل سبيس ما فيهاش اي مشكله. تمام. دلوقتي عايزين مثلا نشوف المود بتاع الداتابيز، الداتابيز بتاعتنا شغاله في اللوج، في الاركايف لوج مود ولا لا. تقول له ليست اركايف لوج، اركايف معلش يا شباب انا كنت بس نسيت الامر، ما انا كنت عكست، انا قلت ليست اركايف لوج، بس هو تقول اركايف لوج ليست. انتر، قال لك انت شغال في الاركايف مود. شغال في ايه؟ في الاركايف مود. طب دلوقتي لو حد فيكم عمل كده، انا لسه معدلها دلوقتي، تمام. انا دلوقتي مثلا يا شباب لقيته هو شغال في النو اركايف مود، اعمل حاجه زي كده ازاي؟ عشان تعمل حاجه زي كده لازم رقم واحد عشان تشتغل في الاركايف مود لازم تكون انت في الماونت، تمام. الداتا بيس بتاعتك شغاله في الماونت. احنا قلنا طبعا الستارت اب بتاع الداتا بيس في اول حاجه ستارت اب، بعد كده نو ماونت، ماونت اوبن، تمام. انا عاوز اشغلها في الماونت، تمام. انت دلوقتي اوبن، اوبن شغال خلاص مفيش مشكله، وخلاص انت شغال انت في الاوبن، ما ينفعش ترجع. يبقى الحل اللي قدامنا ان انا ممكن ارجع تاني من الستارت اب، اوصل يعني اجيب الكره من جديد. يبقى في البدايه لازم الاول اقفل الدنيا دي، اقول له شط، اما تيجي تقفل فيش طبعا قلنا في اكتر من نوع من الشط داون يا شباب، بس انت قول له ايه، شط ايميديت او شط نورمال، تمام مفيش اي مشكله. دي ليه يا شباب؟ علشان الاول لو في اي تعديلات على ال في الـ في الـ في الهيدر بتاعت السي الاس سي ان، المهم عشان اللي يعمل يتاكد ان كل حاجه مقفوله وما فيهاش اي مشكله. قول له شوت ايميديت او شوت نورمال، انتر. خلاص كده وقفل اهو يا شباب. بعد كده افتح الداتابيز بس اخليها ايه في الماونت. ازاي افتح داتا بيس واخليها في الماونت؟ اقول له ستارت، لو قلت ستارت اب دي كده بس الديفولت بتاعها اللي هو بيدخل على الاوبن على طول اللي هي اخر مرحله. لا انا عايز يفتح في الماونت، اقول له ستارت اب ماونت، تمام هيفتح. بس خلاص كده يا شباب هيدخل بماونت، داتا بيس ماونت. اقول له بعد كده الفتر داتابيز، خلي لي الداتابيز بتاعتك في الاركايف لوج، اركايف لوج عشان يخليها لي في الاركايف مود، تمام. قال لي الداتابيز بتاعتك الفتر، تمام مفيش مشكله كده. خلاص الداتابيز بتاعتي شغاله في الاركايف لوج. ادخل بعد كده بقى على الداتا بيس، عاوز اقول له افتح لي الداتا بيس، خلاص اقول له الالتر داتا بيس اوبن. انت شغال يا شباب في الاركايف مود. بعد ما افتح يا شباب لما اقول له الريكفري لوج ليست هيقول لي انت شغال كده ايه اركايف مود. اجي بعد كده اما اقول له كده اجي ما اشتغل على الجزء بتاع الباك اب مفيش اي مشكله. عشان تفهموا الدنيا اكتر يا شباب تعالى كده نعمل شويه حاجات، ثواني. هنا يا شباب الداتابيس بتاعتنا عند لو في اي مشكله حصلت لازم تاخد بالك من حاجه، انت شغال
شغال نو اركايف ولا انت في الاركايف؟ انت شغال في الاركايف مود ولا في النو اركايف مود؟ لو شغال في حالة النو اركايف مود يا شباب، علشان اي مشكلة حصلت لك، اي فيلير حصل، لازم تتبع التعليمات دي. اول حاجة تروح تقفل لي الداتابيس بتاعتك، تمام، عشان ما يحصلش اي مشاكل تاني، ولا يوزر مثلا يبوظ حاجة اكتر من كده. بعد كده النسخة اللي انت كنت واخدها باك اب تروح تعمل لها ريستور، تمام. بعد كده روح تفتح الداتا بيس تاني، بعد كده تقول له ايه اليوزر، تطلب من اليوزر اليرت، يعني تودع تقول له اليرت كده ان الداتا بيس بتاعتك مثلا، وليكن على سبيل المثال الباك اب انا كنت واخدها يا شباب يوم 1/4، والمشكله دي حصلت لي يوم 5/4، يوم 5/4. فخلاص اما جيت اخد عملت ريستور للباك اب بتاعتي كده، الداتا بيس بتاعتي موجوده لغايه كام؟ 1/4. طب من 1/4 ل 5/4 دول الداتا خلاص هي ميسنج، ومش هعرف ارجعها عشان ما كنتش شغال في الاركايف مود. اطلب بقى من اليوزر اطلع هنت كده او اليرت لليوزر، اقول له يا عم الحاج خد بالك الداتا بيس بتاعتك، الداتا بتاعتك اللي انت خزنتها من 2/4 ل 5/4 مش موجوده عندي، وبعد اذنك دخلها تاني لو انت محتاجها. بس انا لازم اعمل كده، ده الخطوات اللي انا لازم اعملها في لو انا شغال ايه نو اركايف. فانا كنت مريح دماغي اصلا عشان ما اوصلش للمرحله دي، وخلينا احنا مع بعض دلوقتي الداتابيز بتاعتي في الاركايف مود. فلازم لازم يا شباب تخلوا الداتابيز بتاعتكم في الاركايف مود، علشان كده مش مشكله هتاخد مساحه شويه، بس مفيش اي ميسنج ان شاء الله هيحصل عندك، تمام. لو انت بقى الداتابيز بتاعتنا خلاص فين هي في الاركايف، تاخد بالك من حاجه، لو الفيلير حصل في داتا كريتيكال زي ايه مثلا؟ زي كريتيكال زي ايه يا شباب؟ زي مثلا الكنترول فايل، زي الاندو تيبل سبيس، زي الفايلات بتاعه السيستم اللي هو مثلا ازاي بيعمل بارسنج، ازاي الديكشنري بتاع، كل الحاجات دي متخزنه طبعا في السيستم تيبل سبيس. المهم لو هو فايل من الحاجات دي المهمه دي زي الكنترول فايل او كده كريتيكال، لازم تتبع التعليمات دي طبعا، لازم تعمل الحاجات دي، تعمل شت داون وبعد كده ريستور وبعد كده تعمل اوبن، وفي الاخر بعد ما تفتح تعمل اوبن تعمل ريكفري بقى. فالريكفري بقى ايه الخاصيه اللي زودتها لنا الريكفري؟ انا لما جيت اعمل لغايه هنا عملت الشت داون وعملت ريستور وعملت اوبن، جاب لي الداتا لغايه كام يا شباب؟ مثلا 1/4. الريكفري بقى هيجيب لي من 1/4 لغايه يوم 5/4 اللي هم بتوعي، فكده الريكفري هيكمل على الجزء بتاع الباك اب، فالاثنين مهمين جدا. فهمتوا بقى ايه كانت فايده الريكفري؟ فهو لازم اخلي الداتابيس بتاعتي تشتغل في الاركايف مود، والريكفري بيشتغل على النسخ طبعا اركايف، مفيش مشكله. بعد كده وانا كنت ليه بقول على الريكفري هي اركايف مود او هو نسخ هيستوريكال تاريخيه؟ علشان طبعا ايه هو مخزن على فترات، يعني وانا برجع الداتا بتاعتك بترجعها زي ما انت عايز لغايه 1/4 لغايه 2/4 لغايه 3/4 استريك، مفيش مشكله. طب يا شباب لو عندنا الفايل بتاعنا ما كانش كريتيكال، كان نون كريتيكال، خلاص قال لك نون كريتيكال مش مهم قوي، يعني مثلا نقول لكم احنا سيستم كامل عندنا 50 تيبل الداتا بيس بتاعك، في تيبل حصل فيه ميسنج، حصل فيه ريكوردات اتمسحت، اتمسح كل الداتا اللي فيه، اروح اقفل السيستم كله والداتا بيس بتاعتنا كلها واوقف البنك مثلا علشان شويه داتا زي دي؟ لا، قال لك لا ما ينفعش تقفل الداتا بيس طبعا. اول حاجه خلي التيبل سبيس اللي فيه الميسنج اللي فيه الداتا اللي اتمسحت دي خليه اوف لاين. اوف لاين يعني خلاص ما حدش يتعامل معاه دلوقتي، انا مثلا عندي 50 تيبل سبيس، خلي التيبل سبيس اللي حصل فيه مشكله اوف لاين، يعني ما حدش يعرف يتعامل معاه. مفيش مشكله، اقول له التر تيبل سبيس كذا اسمه اوف لاين. بعد كده اروح اعمل ريستور، هات النسخه الباك اب، وبعد كده اعمل الريكفري طبعا عشان تجيب اخر تعديل، وبعد كده خلي التيبل سبيس اللي انت كنت تخليه اوف لاين ده خليه اون لاين، تمام مفيش مشكله. قال لك كل ده بقى ارميه، كل الحاجات دي ارميها، انا هقعد بقى احفظ كل حاجه المفروض اعمل ايه؟ قال لك لا. جه عندنا نرجع تاني، عندنا فين
الار مان بقى يا شباب قال لك لا انا مش هعمل كده خالص. وليكن على سبيل المثال انا خدت نسخه باك اب من ال انا خدت باك اب من ايه، من من السيستم يا شباب، عايز اروح اشوف كل الداتا كل الفايلات بتاعت السيستم. انا كده خلاص خدت منه نسخه باك اب وانا شغال في الريكفري، ما فيش اي مشكله. عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عاوز اروح اشوف التيبل سبيس اللي اسمها السيستم ده وامسح منها فايل مثلا. تمام، السيستم ده من نوع كريتيكال طبعا، ما ينفعش الداتا بيز بتاعتنا تقوم غير لما كل الفايلات اللي في السيستم موجوده. فانا اروح امسح نسخه منه، فاجي اشوف المشكله بتاعتي وهعرف اتعامل معاها ازاي. فانا عايز انا اعمل الفيلير بايدي. فاول حاجه عاوز اروح اشوف الداتا بتاعت السيستم ده، التيبل سبيس اللي اسمه سيستم. نيجي نرجع لأوراكل السيكوال اهو، كان في امر انا كنت كاتبه فين. تمام اهو، سيلكت التيبل سبيس والفايل نيم فروم دي بي اي داتا فايل، هو التيبل سبيس بتاعتنا اسمها سيستم. انتر. تمام اه، اصلا ستيشن ده انا كنت قافله، كنترول سي اقفله بقى خالص عشان فين اهو. ما جابوش مش مشكلة، اقول له سيلكت تيبل سبيس نيم وكان اسمه ايه والفايل نيم او الفايل نيم فروم دي بي اي اندرسكور اندرسكور داتا فايل. كده هرجع لك كل حاجه اللي انا اقول له. عاوز اقول له وير ان التيبل سبيس نيم عندنا، تيبل سبيس نيم ايكوال ايه سيستم، هيجيب لي انتر دي بي اي اندرسكور داتا فايلز. المشكلة فيها، طب ثواني، اسمه داتا فايلز يا شباب بالاس، تمام بيقول لك مفيش اي حاجه كده. ما السيستم ايه المشكله في السيستم؟ طب تعال نشوف، يمكن يكون مخزنها كابيتال سيستم. اه كان مخزنها كابيتال. قلت له بقى انا سلكت التابل سبيس نيم اهو سيستم وده الفايل بتاعه. تعالى بقى ناخد الفايل ده كده كنترول سي ونمسحه خالص. تعالى نوصل فين؟ في أي مكان مثلا. تمام هو ده، لأ هذا المسار كنترول في، كان اسم الفايل يا شباب آخره دبليو دبليو عشان نمسحه ما نغلطش. واي واي قصدي، كان اخره واي واي اهو. هو ده الفايل بتاع السيستم اللي احنا عايزين نمسحه عشان نشوف ده كده فايل. لما نيجي نمسحه اهو ديليت، مشكله الفايل ده مستخدم في ابلكيشن اللي هو طبعا احنا فاتحين هنا فين هنا هنا. طبعا احنا فاتحين اوركل، لازم نقفل الاول اوركل. فنيجي مثلا بدل ما نقعد نعمل شت داون هنعمل اكزيت وخلاص. اكزيت طلعنا كده. تعال بقى نرجع له تاني، قول له ديليت برضه معترض عليه. احنا فاتحين ايه هنا وخلاص، قال لي ديسكونكت اهو، ممكن يكون مهندل
ثواني مفيش حل غير ان احنا تعالى تاني مفيش حل غير ان احنا خلاص ادخل ندخل ونعمل شات داون للداتابيس افضل عشان نعرف نمسح الفايل يا شباب. sys as sys dba لما دخل اقول له بقى قول شات مثلا immediate في الداتابيس خالص عشان اقدر اتعامل مع الفايل بتاعي. بقى خلاص كده قفل الداتابيز اهو. تعال نرجع للفايل بتاعنا امسح او مسح خلاص كده اتمسح مفيش اي مشكله فيه. نرجع تاني هنا نيجي بقى تعالى كده نجرب اكزيت تمام. تعال نجرب ندخل تاني كده انا مسحت فايل من الفايلات الكريتيكال بتاعه السيستم متخزن فيها طبعا اسماء اليوزر نيم والحاجات دي كلها بتاعت الدي بي اي متخزن فيها الديكشنري ومتخزن فيها البارسنج والاكسكيوشن بلان والحاجات دي كلها. فتيجي ندخل سيس از سيس دي بي اي بص يا شباب قال لك انت عملت كونكت على الايديال انستنس. تعال بقى مثلا نعمل شو بارامتر نكتب اي امر يعني كده. قال لك بص في مشكلة عندك الداتابيس اصلا مش شغال هي هيكل قدامك كده بس هي مش شغال علشان في فايل من فايلات السيستم ممسوحة وانا مش عارف اعمل كونكت على الداتابيس بتاعتك كده. وانا كنت واخد نسخة باك اب انا كنت واخد باك اب اهو. تعالى في الارمان على الارمان كنا احنا يا شباب اهو كنت انا واخد قبل كده ودي وتنفذ مفيش مشكله. قال لك فينيش اهواتي انتهى خلاص مفيش مشكله. تعالى بقى عايزين نشوف الار مان او الريكفري مانجمنت ازاي هيحل لي المشكله دي. الفايل اللي اتمسح ده عايزين نعمل له ريستور. اول حاجه يا شباب كله في حاجه في عندنا امر اسمه ليست ده بيجيب لك الفيليرز اللي ممكن اللي موجوده عندك. هنا بيقول لك نو فيلير تو ليست كومنت تمام نو كونكت تو ارك. طب ثواني اكزيت ممكن يكون عشان احنا سيبناه شويه تمام. تعال نفتح جديد هقول له ارمان احنا ممكن عشان سيبناه شويه هو بيعمل مثلا بيقفل كل 10 دقائق او كده احنا سيبناه شويه فعشان كده ممكن يكون قفل. ارمان تارجت سلاش تمام نقول له ليست فيلير هات لي كل الفيليرز اللي ممكن تكون موجوده تمام. ثواني اركن في دلوقتي يا شباب المشكلة اللي حصلت عندي ان الداتا بيس بتاعتي مش راضية تشتغل ولازم اعمل ريستارت برضه للجهاز. المهم اللي بقى لنا في الار مان دي اول ما تقول له ليست عشان تقريبا انا مسحت فايل تاني مختلف ما مسحتش الفايل اللي كان قصدي عليه. المهم انا كنت عايز اوضح لكم بس الفكره. اول ما تيجي هنا في الارمان ارمان كل وظيفتها بتعمل ايه يا شباب بتاخد لك النسخه الباك اب زي ما شفنا ولو في مشكله فايل اتمسح او كده تقدر تجيبه. اول حاجه لما تقول له ليست فيلير هيروح يجيب لك كل الفيليرز اللي موجوده عندك تمام مفيش مشكله. بعد كده اما كل الفيلير يجيبها لك ممكن انت تقول له ايه ده في امر اسمه ادفايس فيلير
ادفايس كده تقريبا فيلير، ما فيش مشكله فيها فيلير. ده الامر ده بتقول له انت يعني ريكومند ليا، او انت بترشدني ان انا اعمل ايه بالظبط، ايه الامر اللي انا اعمله. هيجي شفتوا يا شباب، لو انا كنت قبل كده قلت لكم لو انت شغال اركايف المفروض الاوامر دي تعملها، لو انت مش شغال في الاركايف مود المفروض لو كريتيكال تعمل كذا ولو مش كريتيكال تعمل كذا. القصه دي كلها هو موفرها لك بقى، بيشوف المشكله من نوع ايه ويجيب لك المفروض انت تعمل ايه بالظبط، هيجيب لك انت المفروض تعمل ايه بالظبط، مفيش مشكله. بدل ما تمسك كل الاوامر انت تعمل ايه بالظبط، كل الاوامر دي بدل ما تمسكها في امر تاني عنده اسمه ريبير فيلير. الريبير فيلير ده يا شباب هو بيعمل لك سيكوال، والسيكوال ده بيتنفذ يحل لك المشكله. فكده هو الارمان حل لك كل المشاكل، اللي بتكتب امر ولا بتكتب اي حاجه. الليست فيلير هيجيب لك كل الفيلرز اللي عندك، الفيلرز اللي عندك اللي انت عاوز تشوفها. ادفايس فيلير الحلول اللي هو بيركومند او بيرشدك ليها، او هو يعني يعني بيقترح عليك الحلول دي عشان تحل المشاكل اللي عندك دي. اول ما تقول له ريبير فيلير هيحل المشكله بقى، هو اللي هيحلها. فاول انا ما قلت له يا شباب ريبير فيلير، عمل لي ملف. فين الملف؟ عمل لي الملف ده فين؟ هنا اهو لقيته، عمل لي الملف ده، دخلت جواه هنا لقيت هو حاطط شوية أوامر هنا. فأنا بدل ما أعمل كده، تعال نجربها كده، يمكن تعال نجربهم كده. المهم بدل أنت ما تاخدهم كوبي كده، بدل ما تاخدهم كوبي وتنفذهم واحدة ورا واحد، لا أنت لو قلت له ريبير فيلير هو اللي هينفذ الأوامر وهينفذ لك السكريبت ده كله ويحل لك المشكلة، وتيجي ترجع الداتابيز بتاعتك هتلاقيها اشتغلت ما فيهاش أي مشكلة. المشكلة عندي إن هو ما أصلا ما هو شايف الداتابيز ولا شايف الشيرد ميموري ولا أي حاجة، فلازم أعمل ريستارت بس. فده الجزء كنت أنا عايز أوضح لكم بس الأرمان، كل اللي أنا عايزك تطلع بيه من الجزء ده، تطلع منه بيه من الجزء ده يا شباب، إن الأرمان ده اللي هو الريكفري مانجمنت بيعمل، هو المسؤول عن الباك اب، ولو في أي مشكلة حصلت عندك يقدر يحلها بأمر اسمه ليست فيلير، بيجيب لك كل الفيريرز اللي عندك بأمر اسمه ادفايس فيلير، بيعمل لك ريكومند للحلول بتاعتك. لو قلت له ريبير فيلير هو اللي هيحل المشكلة. فكده هو تقريبا عمل لك كل حاجة، فهو جميل جدا يعني. خلاص كده يا شباب، إن شاء الله هيكون درس سهل عليكم وهتفهموا الموضوع بتاع الريكفري والباك اب بصورة أفضل يعني إن شاء الله. شكرا يا شباب.